برز رجل برع في استنباط اساليب مستحدثة للتعذيب والقتل الجماعي. كان يتحكم بمصير جميع ابناء رعيته. لقد سطر قصة رعب حقيقية، وهي قصة تفوق الخيال لكنها واقعية. خلال عهد دموي دام 6 سنوات، ادخل حاكم هذه المملكة الفزع الى نفوس رعاياه وخصومه على حد سواء. كان الامير فلاد دراكولا اكثر من مجرد ملهم لشخصية مصاص الدماء الاسطورية، اذ ما زال يذكر حتى يومنا هذا باسم فلاد تيبش، اي فلاد الرهيب. منذ ولادته عام 1413 كانت فالاكيا مسقط رأسه غارقة في الفتن والنزاعات. كانت فالاكيا في القرن 15 مقاطعة صغيرة ومتخلفة، واجهت قوتين كبيرتين، الامبراطورية العثمانية الى الجنوب من نهر الدانوب، ومملكة هنغاريا الى الغرب منه. لذا جرى فيها التمهيد لنشوب صراع بين هاتين القوتين. وفي ظل الخلاف والصراع المحتدم بينهما تدور قصة فلاد او فلاد الرهيب. بصفته ابن امير فالاكيا، فقد تم ادخاله في الفرقة المسماة التنين، وهي جماعة منتقاة من الاوروبيين اصحاب النسب الملكي، ونشاطها ينحصر في تجهيز حملات ضد الاتراك. كان الجيش التركي من اقوى واكبر الجيوش العالمية في القرن 15، لم يستطع احد ان يقف في طريقه. وبصفته رئيسا للفرقة كان والده يعرف بلقب دراكول، وتعني التنين. كان فلاد فخورا جدا بأبيه لأنه حظي بهذا الشرف الرفيع، لهذا سمى نفسه دراكولا. في عام 1442 أدى الغزو التركي لترانزلفانيا إلى ترك فالاكيا عرضة للأعداء الهنغاريين. وعند تعرض عرشه للتهديد أبرم والد فلاد اتفاقية مع السلطان العثماني. مر على فالاكيا سلسلة من الحكام المتوالين، وكان من مصلحة السلطان العثماني أن يبقيهم تحت السيطرة، لذا لم يحاول فتح هذه البلاد بالحرب، بل طلب من سكان فالاكيا دفع الجزية له، ومده بالرجال المقاتلين إذا احتاج جيشه إلى دعم بشري. وبرهانا على الولاء، أرسل والد فلاد ابنيه الشابين إلى السلطان في أدريانوب، أي إلى داخل عرين الليث مباشرة. كان لابد من إرسال ضمان معين، وكان أكبر ضمان في هذه الحالة هو ترك ابنيك عند خصمك، لأنك في هذه الحالة لن تجرؤ على شن حرب مخاطرا بحياتهما. لكن الحقيقة أن الوالد فعل ذلك، وكان مدركا تماما لما يقوم به. لدينا رسالة منه مواجهة إلى مواطني بلدة في ترانسلفانيا، يقول فيها: كيف تشكون في أحكامي وقد ضحيت بابني الاثنين في سبيل قضيتنا الوطنية؟ كان فلاد في 13 من عمره رهينة في بلاد غريبة. عليك أن تفكر في هذا الأمر قليلا، أن تكون فتى يافعا ويتركك والدك عند عدوه ويرجع شقيقك إليه، أي تظل بين هؤلاء الغرباء لا تعرف لغتهم ولا أسلوب حياتهم. أقصد أنه كان في وضع سيء لا يحسد عليه. لقد أثر هذا الوضع عليه بالتأكيد، لابد أنه أرسى طريقة تفكيره، ولا سيما أنه كان مراهقا، وكرس فيه بغضا شديدا للأعداء ورغبة كبيرة في الانتقام. إحساس فلادي بالتخلي عنه والغدر به غذى الكره الشديد الذي يكنه للسلطان وبلاطه. كانت عين السلطان مركزة على الأميرين فلاد ورادو ليصنع منهما حاكمين صوريين لبلادهم. لقد جرت تهيئتهما ليعتليا العرش باسم السلطان، إلا أن فلاد كان يفهم أهداف العدو وينتظر الفرصة.
The most important thing was probably military, and I suspect that Vlad and Radu would. كان أكثر الأمور أهمية هو الجانب العسكري، وأظن أن فلاد ورادو قد تلقيا تدريبا عسكريا جيدا في البلاط العثماني. لابد أنهما تعلما شيئا عن المهارات الحربية، وعلى وجه الخصوص الفروسية واستعمال القوس والمبارزة بالسيف، فهما سيكونان حاكمين، ولابد أن يتعلما قيادة الجيوش وخوض المعارك الكبيرة. كذلك لابد أنهما قد تلقيا تعليمات وتوجيهات تربوية خاصة. شهد فلاد هنا ما يحدثه تنفيذ الإعدام علانية من خوف ورهبة في نفوس الناس. كانت أحكام الإعدام تنفذ علانية لأن الهدف الأهم منها هو إظهار قوة السلطان، وكذلك ترهيب الناس من عقوبة تجاوز الحد أو مخالفة القوانين والأحكام السلطانية. تشرب رادو التربية والتعاليم العثمانية، أما فلاد فظل حذرا منها. أذعن شقيقه الأصغر إلى السلطان وانحاز إليه كليا، فأصبح تابعا ذليلا ودمية مطوعة. أما فلاد فكان يرى السلطان عدوا له، وكان يفكر في العودة إلى وطنه فلاكيا حيث سيصبح حاكما. قبل شقيقه الأسلوب التركي في الحياة، فهو لم يكن مهتما في الحرب، وينحصر هدفه في أن يكون أميرا ويعيش حياة مترفة ومرفعة. And this was not something he could accept. So the relationship between him and his brother was terrible. في نظر فلاد كان رادو خائنا لا ينبغي الوثوق به. وفي عام 1448 قتل والد فلاد في مؤامرة للاستيلاء على العرش قادها بعض النبلاء في فلاكيا. بعد قضاء 6 سنوات في المنفى جاءت فرصة فلاد لتولي الحكم أخيرا، إذ قام الأتراك بجمع جيشهم ووضعوا فلاد في سدة القيادة ليصبح أمير فلاكيا الجديد التابع للسلطان. إلا أنه وخلال 3 سنوات انقلب على السلطان وطرده خارج حدود مملكته. بدأ الأمير فلاد دراكولا فترة حكمه الدموي وهو في 25 من عمره. عاد إلى بلد غير مستقر، لم يكن يعرف من سيكون معه ومن ضده، من سيساعده ومن يتحداه. يبدو أنه كان حاكما محبوبا في البداية، هذا لأنه كان مستقلا، وهذا أمر لم يألفوه منذ فترة طويلة. حال تسلمه السلطة قام الأمير فلاد برفع سوية الأمن بإقامة أسوار سميكة وأبراج مراقبة وأنفاق تحت الأرض. غير فلاد مظهر فلاكيا كلها، أقام سلسلة من الحصون وأنشأ خطوطا دفاعية جديدة، وقام بتعزيز القديمة. أدرك أنه على أبواب معركة كبيرة مع الأتراك، كان ذلك مؤكدا. كان يحضر بلاده، فمن وجهة نظره كانت فلاكيا قد دخلت الحرب فعليا. وعندما أتم إعداد الدفاعات التفت إلى الداخل لضمان موالاة النبلاء. قام بدعوة جميع أفراد طبقة أشراف البويار والنبلاء إلى وليمة ضخمة، سقاهم وأطعمهم، ثم سألهم على سبيل المزاح عن عدد الحكام الذين شهدوهم في حياتهم. ذكر بعضهم 12 حاكما، وقال آخرون إنهم لا يذكرون العدد بدقة. رأى فلاد في هذه الإجابات عدم احترام للحكام. لم يفهم الضيوف ما يجري، لكن فلاد أمر بمحاصرة المكان وقبض عليهم، ثم أخذهم في مسيرة طويلة إلى قلعته في بوينار. He took them on a death march to his mountain lair, Castle Dracula at Poyanar. أرغمهم على العمل جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف مع الفلاحين، وذلك لإعادة تشييد وتدعيم القلعة. سقط كثيرون منهم عن الصخور، فهنالك هاوية بارتفاع 1000 قدم من كافة الجوانب. إنه مكان غير آمن. مات كثيرون من الإنهاك وسوء التغذية. وسرعان ما تحول الأمير فلاد من شخص محبوب نسبيا في البداية إلى شخص مرهوب الجانب ومخيف.
relatively popular to someone who was feared. ولضمان إخلاص مطلق استخدم الأمير فلاد أسلوب ترهيب شهده في أدريانوبل وهو فتى الخازوق. تتلخص طريقة الخازوق المتبعة بأخذ الضحية وجعلها تستلقي على الأرض مباعدة ما بين ذراعين ورجلين، ثم يربط الذراعان إلى مجموعة من الخيول والرجلان إلى مجموعة أخرى. تؤخذ الجياد فتتحرك إلى الأمام ببطء حتى تقطع الحبال، ثم ترفع الضحية فوق الوتد أو العمود وتظل هناك حتى تموت ببطء شديد بسبب النزف وتمزق الأحشاء والعوامل الجوية القاسية، ليكون هذا عبرة عما سيحدث للمرء إذا خالف الأحكام. إنها طريقة ناجعة. بعدما ضمن أمن عرشه الموروث، قام فلاد بإعادة تنظيم سلسلة المراتب الاجتماعية وإعادة وضع مبادئ أخلاقية صارمة، الأمر الذي أدى إلى ذبح الآلاف من أبناء شعبه. بعد أن ثبت أقدامه كحاكم مطلق، اهتم فلاد بإعادة تنظيم أعيان القوم وشكل طبقة جديدة من النبلاء المخلصين له وحده. قام بالتخلص من معظم الأعيان القدماء. كان هناك تناقص ملحوظ في عدد العائلات القديمة خلال فترة حكمه. ما الذي فعله؟ لقد استبدل تلك العائلات بطبقة أعيان أقل سوية لتكون ممتنة له، وكانت تلك الطبقة أكثر إخلاصا وموالاة، وكانت ممن ينفذون أساليبه الإرهابية في الخوزقة. مع سيطرة الموالين له على أمور الدولة، قاده الهوس بالإخلاص إلى وضع مبادئ أخلاقية وقانونية شديدة. الموت هو العقاب الوحيد لديه. كان رجلا متطرفا فيما يخص القانون والنظام، وتؤكد جميع الروايات التاريخية على استتباب الأمن والنظام في فالاكيا إبان حياته. كان يعاقب بالخازوق على الأخطاء الكبيرة والصغيرة دون تفريق، وإن أخطأت امرأة فقد كان يسلخ جلدها وتعرض في الساحة. أما المرأة الكسولة فتقطع يداها وتخزق في ساحة القرية عبرة للنساء الكسولات، كما أنه خزق المسنين والأطفال لأنهم عديمو الفائدة. وبشكل طبيعي فإن خشية غضبه جعلت العصيان في أدنى درجاته، وجريا على تقليد فلاحي وضع فلاد كأسا ذهبية ثمينة في ساحة كل قرية ليتأملها الفلاحون بإعجاب. كثيرون شربوا منها، ولكن لم يجرؤ أحد على سرقتها. بقيت الكؤوس في الساحات خلال حكم فلاد كرمز لسلطته المطلقة. أراد أن يرسخ في عقول أبناء بلاده أنه الحاكم المطلق الذي عليهم إطاعته دون أي تردد. قبل مضي زمن طويل أصبح الإعدام لا يتم كعقاب وحسب، بل أصبح تسلية الأمير المفضلة. كان فلاد يقتل وفقا لنزواته. كان فلاد يحبذ تناول وجبة طعامه أمام ضحاياه المخوزقين في مدينته الرئيسية. لابد أن الرائحة الكريهة كانت لا تطاق هناك، وكان يطلب جمع الدم في أوعية توضع أمامه، وكان يأخذ خبزا يغمسه بالدم ثم يأكله. في إحدى المرات رفع أحد النبلاء البولنديين أنفه وكان يتناول الطعام مع فلاد، فالتفت فلاد إليه وقال: ما بك؟ أجابه: يا سيدي، لا أستطيع تحمل رائحة الجثث المتعفنة التي هنا. فقال فلاد: لا بأس، سأعالج الأمر. وأمر بخوزقة النبيل على وتد أطول من الأوتاد الأخرى، وقال بعد ذلك: إنه الآن في الأعلى ولن تصل إليه الروائح الكريهة. كان الناس يجمعون دوما لمشاهدة عمليات الإعدام العلنية، لذا فقد توخى جعلها أكثر إتقانا. في هذا المسعى المنحرف لتطبيق القانون والنظام، قضى على الآلاف من أرواح مواطنيه، وحول العاصمة الملكية إلى مقبرة نتنة. كان قصر فلاد في تيرغوفيشتي محاطا بسياج مرتفع يبلغ طوله 3 أميال،
وكانت هنالك جثة متدلية من كل فرع على طول السور، وكلما حضر شخص وأنزل جثة قريبه كان فلاد يضع جثة طازجة مكانها، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الأتراك يلقبونه باسم فلاد المتوحش أو فلاد الرهيب. كانت تصرفات فلاد تخالف تعاليم جميع الأديان والأعراف البشرية، فهو رجل سادي لديه شهوة غريبة للقتل، ولكن ما دام يقاتل ضد الأتراك فهو مقبول من حكام المدن الأوروبية الأخرى. فلاد دراكولا حارب الأتراك ومنع انتشار جيوشهم المرعبة نحو المدن الأوروبية الداخلية، لذلك حظي بمساندة وتأييد كبيرين من جميع الأمراء والملوك وحتى من رجال الدين في تلك المدن، ولم يبالي أحد منهم بالفظائع التي يرتكبها، فالمهم أنه يقاتل الأعداء نيابة عنهم ويؤمن لهم الحماية من خطرهم. في عام 1462 كان السلطان محمد في طريقه إلى فلاكيا، لكن حدود فلاكيا كانت تغص بجيش فلاد المصمم على دحر العدو التركي. كان جيش السلطان محمد أكبر من جيش فلاد بكثير، وكان تجهيزه أفضل لا سيما مع وجود المدافع، كما كان عدد الفرسان فيه كبيرا. أول عقبة اعترضت الجيش المتقدم كانت نهر الدانوب، حيث كان جيش فلاد على ضفته الشمالية مستعدا للقضاء على كل من ينجح في العبور إليهم. تقدم جيش السلطان ببطء تحت تغطية مدفعية أجبر فلاد على التراجع، وخسر 250 رجلا في تلك العملية. أرسل السلطان مبعوثين ليقابلا فلاد ويتباحثا معه في تسوية سلمية. طلب فلاد من المبعوثين نزع غطاء رأسيهما أمامه، فقالا إن هذا الغطاء تقليد لدينا ولا يمكننا كشف رؤوسنا لأي شخص، فقال لا بأس سأبقي لكما هذا الغطاء التقليدي. وأمر جنوده بجلب مسامير صغيرة وقاموا بدقها في غطاء الرأس لكلا المبعوثين، وقال فلاد بعد ذلك عندما تحضران لزيارة حاكم كبير مثلي عليكما مراعاة تقاليده، عودا وأبلغا السلطان بما حدث. وهذا ما فعلاه، فغضب السلطان وقرر الانتقام. بجيش يساوي 3 أضعاف جيش فلاد تقدم السلطان وأرغم فلاد على التراجع. ارتد فلاد بقواته متقهقرا وبدأ يدمر كل شيء في طريقه، سار عبر الدانوب ودمر القرى على ضفتي النهر، وهذا يعني أنه دمر قراه الرومانية أيضا. His own Romanian villages too. قام فلاد بإحراق مخازن الحبوب وتسميم الآبار لإبطاء تقدم الجيش التركي. هذا أمر في غاية القسوة، ولكن يقال إن الجيش يزحف على معدته. كان ذلك صحيحا في القرن 15، إذ كانوا يعتمدون في إطعام الجيش على ما تنتجه الأرض. أسرع فلاد الرهيب عائدا إلى العاصمة، ومن هناك راقب اقتراب الجيش الغازي برغبة سادية. انطلقت موجة أولى من الأتراك لتعبر الحدود وتدخل رومانيا. لقاها جيش فلاد وانتصر عليها، ثم أخذ جميع الجثث والجرحى والأسرى، وأمر فلاد رجاله بجمع كل ما يجدونه من أوتاد وجلبها إلى هذا الحقل الكبير المنبسط. وعند قدوم الموجة الثانية مع الجيش الرئيسي اضطروا إلى التوقف في أماكنهم مصعوقين. كان منظرا مرعبا حقا، غابة كبيرة من الأوتاد التي تحمل جثثا تألمت ونزفت طويلا وهي معلقة على هذه الأوتاد العالية. 20,000 بل أكثر من 23,000 كانت خطة مقصودة لإفزاع السلطان، وعندما رأى السلطان هذا قال ما الذي بوسعنا فعله إزاء رجل يفعل أشياء رهيبة كهذا. كان عملا وحشيا حقا لم يستطيع تحمله، فاستدار جيشهم وولى هاربا. كان شقيقه رادو الرجل الوحيد الطموح لدرجة أنه عبر متراس الموت هذا ولحق بالأمير الرهيب إلى خلوته في الجبل.
أرسل السلطان فرقة قليلة العدد لتتقدم وتطارد فلاد إلى قلعة دراكولا في بوينار. تنبه فلاد، شعر بأن أخاه الأصغر قد طعنه في ظهره. لقد وعده الأتراك بأن يغدو الأمير الحاكم في رومانيا حال تغلبهم على شقيقه الأكبر. لقد علق. كان فلاد في قلعة دراكولا، لكن لم يكن بوسعه شن أي هجوم ضد الأتراك الذين فرضوا الحصار على المكان كله، فقام فلاد بالهرب بمساعدة بعض الغجر عبر نفق طويل، ووجه بعض الجياد في اتجاه معاكس لجهة سيره ليخدع مطارديه. صد فلاد الرهيب الجيش التركي الجرار وهرب متفوقا بالدهاء على شقيقه رادو، ليتم أسره من قبل عدوه الآخر وهو الملك الهنغاري. وجلس رادو على عرش شقيقه فلاد الملطخ بالدماء. عندما تخلصوا من دراكولا وضعوا هذه الدمية على العرش، رادو الوسيم والذي كان أصله من فالاكيا لكنه موال للسلطان التركي في كل شيء. بعد 12 عاما من أسر فلاد تم إطلاق سراحه، نظرا لكون الحدود الهنغارية مهددة من قبل الأتراك المتقدمين. اتحد فلاد مع الملك للقتال ضد العدو المشترك وانطلق عائدا إلى الوطن من جديد. بعيد موت رادو عام 1475 طالب فلاد الرهيب باستعادة مكانه كأمير لفالاكيا. كان المواطنون ما زالوا حزانا يتذكرون حمام الدم الذي أقامه فلاد بينهم، لم يروا في عودته سوى مستقبل أسود مظلم. بعد شهرين من عهد حكمه الجديد تم العثور على جثته مقطوعة الرأس في مستنقع قذر على بعد عدة أميال من العاصمة. وتقول الحكاية إن فلاد قضى على يد قاتل استأجره السلطان. جرى قطع رأسه وتغليفه بالعسل لإبقائه في حالة جيدة، وأرسل إلى السلطان كإثبات على أن الأمير الرهيب قد مات أخيرا. رفعت رأس فلاد المقطوعة فوق وتد طويل لكي تشهد الجموع أن صانع الخوازيق الكبير قد تعرض هو نفسه للخزق. ونظرا لقيام هذا الرجل المتوحش بقتل قرابة 100,000 شخص، فإن فلاد الرهيب قد خلد على أنه دراكولا مصاص الدماء الشهير، واستمرت أسطورته بإثارة الخوف في قلوب كل من عرفه.